اختتم مهرجان آل السار المسرحي بدورته الثالثة على مسرح دار الأسد للثقافة باللاذقية من خلال عرض مسرحي بعنوان الصيد في الماء العكر. تضافر الجهود كلها، محبة الشباب الفرقة مع بعضهم، هي اللي خلت هذا الموضوع يستمر، وهي اللي راح تخلي هذا المهرجان يتطور أكثر، لأنه ضمن المعطيات الموجودة وضمن الكلام اللي عم بسمعه عم شوف انه الدورة القادمة ان شاء الله راح تكون كتير مميزة من ناحية انتقاء العروض، انتقاء الشخص اللي راح تكون النصوص له، من ناحية التنظيم، من نواحي كتير كبيرة. يعني فرقة آل السار المسرحية ترفع لها القبعات وليس القبعة، ويجب أن تسلط الأضواء على هذه الفرقة الحقيقة، ويجب أن تشجع، ويجب أن تمد الأيادي إليها. لماذا؟ لأنها تضم في ثناياها عددا كبيرا من الشباب والشابات الذين يعني يعشقون المسرح، يعشقون خشبة المسرح. كان هو هذا عرض الختام اسمه الصيد في الماء العكير، أكيد تأليف دكتور محمد إسماعيل وصال وإخراجي أنا. هلأ كون المسرح ابن بيئته، يعني ابن حاضره بيكون أو أي شيء حدث بيصير بالمكان اللي يعرض فيه المسرحية هي نبض الشارع يعني. فهذا الموضوع الشائك اللي بنحكى فيه موضوع السفر والهجرة، نحن حبينا نسلط الضوء عليه ونقول رأينا، نحن كل واحد يقول رأيه. هو فرصة لمجموعة كبيرة من الشباب لأني تقدم مواهبها يعني على خشبة المسرح. الوقوف على خشبة المسرح أكيد أمر ما نسهل، لكن هدول الشباب أعتقد خلال هاي الأنواع من المهرجانات قادرين على إثبات ذاتهم، وهن بحاجة فقط صقل موهبة ورعايتها ومتابعتها واكتساب خبرة. على دور بالعمل هذا بيمثل شريحة كبيرة من الشباب اللي هم اليوم حاطين الوجهة الأولى عندهم السفر، انه نحن جماعه بدنا نسافر نأمن مستقبلنا، ندبر مستقبلنا بالبلد مجهول. تمام، مستقبلك ببلدك مجهول، ولكن مستقبلك برا البلد هو المجهول الاكبر. انت بدك ترجع تعيش من جديد، انت طالع لحتى تشتغل، بتسمع انه الشغل برا كتير كويس، في شغل ما حدا بيقول عن زيته عكير، اللي عم يطلع عم ينزل برا عم يرجع لعندك عم بيقول لك الشغل بخوف، الشغل مرعب، اطلع في مستقبل، ولكن هو عكس هيك تماما. بالمسرحيه انا اسمي ليلي، طبعا ما نذكر الاسم، بس انا شخص حاقد للعرب، عندي تار قديم مع العرفة أنه ممنوع يتواجدوا بمكاني. أنا كان بدي بس حجة صغيرة لألعن من الكفة، لأنه أنه وجوداً يعني عربي يعني إرهابي. تفاعل كبير للجمهور من قبل العرض المسرحي الذي قدمته فرقة آل السار الذي لمس هموم الشباب السوري. هلا بمجرد أنه فرقة هاوية مثل فرقة آل السار تقيم مهرجان مسرحي، هذا شيء جدير بالاهتمام وبالتقدير. طبعا بغض النظر عن التقييم الفني، يعني الغاية من المهرجان هو تشجيع المواهب الشبابية إن كان في مجال التمثيل أو الإخراج، تشجيع على الاستمرار في اعتلاء خشبة المسرح. هلا كتير حلو، الله يعطيهم العافية، مبين أنه تعبانين عليه. يبقى للمسرح دور هام في اكتشاف مواهب الشباب وتنمية قدراتهم الإبداعية.